طبعا نشوف حمد عبد الهادي، محمد بريك بن نايفل اسمه المشارك، ولكن اللي بيهد اخونا احمد العسيري. هذا وش يطير يا ابو حمد؟ والله اذا ما خاب ظني جير بيور. جير بيور، يعني فيه طيور هني تكون واضحه، يعني حتى الالوان. نعم، بس انت ما تقدر تتحكم عليه انه خالص بيور، اكيد ممكن يكون 7 8، ممكن يكون 3 كوارتر، لكن ما شاء الله ان شاء الله انه يكون يعني يطير جيد وينومس رعي ان شاء الله. اكيد نتمنى طلاقه التوفيق، جيده ومسيره جيد وجناحه جيد، والتوفيق عند رب العالمين يا ابو علي. سبحانه. نتوقع انه يجيب تيم؟ نعم اتوقع انه يجيب تيم افضل من المجموعه اللي راحت 18 ثانيه و79 جزء من نعم. الثانيه.